الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم نرحب بحضراتكم بهذا المهرجان وبثالث أيام هذا الكرنفال الكبير بهذا التحدي بيوم خصص لفئة الإجداع كما نبارك عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث الكبيرة وهذا المهرجان الغالي سباق المستشار الخاص لسمو الأمير بيوم الأحد الموافق 23 من شهر ديسمبر لعامنا هذا 2012 في هذه التحديات على البركة نسير. الرحلة هي اليوم هي 6 كيلومترات يا جماهير التراث يا محبي رياضة الهجن العربية الأصيلة. سيارة تويوتا كروزر بيك أب تنتظر الفائز بالمركز الأول. زعفران غالي لتكريم الثلاث الفائزات أو الفائزين في شوط القعدان في رحلة الإجداع 6 كيلومترات. يا هل ترى لمن هذا الفوز؟ يا هل ترى لمن هذا التتويج الغالي في هذا الصباح الغالي المشرف بحضور أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بهذا الحضور المشرف؟ فأهلا بهم في هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية. مشاهدينا الأعزاء بداية مع المركز الأول في هذه اللحظات وأتقدم مع أول الأسماء. مشاهدينا الأعزاء يتقدم المتحد في هذه اللحظات بشعار السيد سعيد بن سالم بن سعيد المري في هذه اللحظات المركز الثاني. المركز الثاني بهذه اللحظات تقدم من هذا الاسم ومدهش مع المركز الثاني تعود ملكية السيد سالم بن صالح المقارح. المركز الثالث بهذه اللحظات انتقل بدورنا إلى ظبيان تعود ملكيته للسيد أحمد بن سلمان المنصوري في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات وصل مكلف مع المركز الرابع تعود ملكيته للسيد فهد بن سيف بن محمد آل بوسعيد الخيارين بتقدم مكلف واسم مكلف. ما زال شاهير قادم وشاهير بشريم يتقدم في هذه اللحظات. أشوف شعار مضمن القرن فيصل بن طالب بن شريم المري. هل الريان، هل الريان طالبينك بالناموس؟ هل الريان طالبينك بالسيارة يا فيصل يا بن طالب؟ بن شريم المري مع تقدم مبشر في هذه اللحظات مع 600 متر الأخيرة. حرك يا بن شريم، حرك يا أبو طالب، حرك إلى الذهب، حرك إلى الذهب، حرك إلى التتويج، حرك إلى السيارة. يا سلام سعيد بن راشد بن سعيد بن منانة السويدي قادم. ضيوفنا الأعزاء، ضيوفنا الأعزاء في هذه اللحظات مع الريان محمد بن سعيد بن منانة السويدي. يا سلام يا سلام يا سلام يا مشاهد مشاهدينا الاعزاء. الشوط ولع، ان الشوط ولع، الشوط ولع. شبت معركة القعدان الاجداع مع الثلاث، مع الثلاث. بنديله 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 اتوقع من واقع الشعار هو عبد المحسن او محسن بن راشد بنديله في هذه اللحظات او اخيه زيد بن محسن بنديله. السيارة مع بنديله، السيارة مع بنديله. تهانينا لدولة قطر على هذا الناموس بهذا الصباح. تهانينا لزيد بن محسن بنديله المري يستاهل الناموس على هذا الفوز. المركز الثاني الريان للسيد سعيد بن منانه السويدي. المركز الثالث فيصل بن طالب شريم المري. المركز الرابع كان من نصيب بالزفنه العفاري او هنا كان من نصيب مبارك بن راشد الشامسي. المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات حبيب الحسين بن فراج المري. مشاهدينا الأعزاء إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات 9 دقائق 18 ثانية 5 ثواني توقيت المركز الأول. توقيت